شفتك وانت انت كنت بتوزع البنات صحباتك، يعني بتوسع سكة كده عشان انت معجبة بيا، يعني حسيت انك معجبة بيا، فانا شايف ان العلاقة دي شوية اوفر، شوية سنة سخنطاته كده اوفر يعني. ايوه هو مش بيقولوا ان في غراب بين قوي اللبحي؟ سيبي في ايه؟ غراب بين قوي اللبحي؟ لبحي؟ ايوه يلا قصدك من اول لبخه. انا يعني الرزله اللي ورا دي. بس يا بيت بقول لك ايه؟ نبي عسل. انا اللي عايز اقول لك ان انت عسل مكرر. اه يعني خيوبين علي، لو يحكبوني عليك اخبيك في قلبي من دلوقتي. والله القلب بقى هنا دلوقتي. بين ساعة بشافك حدف يا بيب. يبين؟ ده ايه السحرات التلاتة اللي ورا دول؟ ايه دول؟ يوه. طب هو انت اسمك ايه؟ خدامتك فتحية. لا اوعي تقول على نفسك خدامة، لقد خلقتنا امهاتنا في بطنها احرازا، وانت من الاحراز يا اتوح. انا عارفة اسمك. النبي؟ ايوه. طب انا اسمي ايه؟ سليبي. ايه سليبي دي؟ اسمك سليبي؟ لا ما هو سليبي اصلا ما ينفعش سليبي، يعني انا حد من هذول سليبي يعني. اوبا ليه؟ اوبا ليه؟ النبي عسل. لا انا اسمي الليمبي. لا بقدرش، لازم اقول لك سليبي، بقدرش اقول لك لبي، سليبي. عشان انت مو مهذبه. ايوه هتقول سليبي بدل لبي. ايوه كده. طب ما تيجي ده بص عاملين ازاي، ده غلس قوي. ايوه بس يا بنتي توهي ده غلس قوي. ايوه تعالى، مفيش هنا اي كفه شوب؟ كفه شوب او انزا رن؟ في كوسه شوب او في انزا رن؟ تقصد دروه؟ دروه؟ ليون عليا احكام ولا ايه؟ بس لا في دروه دروه يعني. والتبديل يا سليبي. سليبي؟ من التوحيد والنور. والنبي عندك حق، عشان كده وحدتني ونورتني. قال لي هو فين طفل التوحيد والنور دي؟ في مصر. مصر؟ ايوه. مصر بالدنيا. مصر بالدنيا؟ ايوه. بقول لك ايه؟ ايه؟ هو انت ما تعرفيش حد هنا اسمه هريسة؟ هريسة؟ ايه عليه احكام ولا ايه؟ اوعك تكون رخا زيهم. زي مين؟ زي الناس اللي عباله تضرب فيه ليل ونهار. تضرب فين ايه؟ قال ايه؟ يعرف مكان كنز وابصر ايه وكنز ايه ومخبي السر ومش عايز يقرب لحد. الكنز قال. طب هو الناس دي مين؟ دياني بستلف بالده فده. ايوه. وبالده اردب قبح وبالده بطين. ده بستلف بني بليب اشترى بيه حلاوه طحينيه. بليم؟ ايوه بليم وجاب بيه حلاوه طحينيه. ايوه ليه انتوا لسه بتتعاملوا بالبليم؟ ايوه امال ايه؟ واخد الكنز حجي قال ايه؟ لبى يظهر الكنز هيسدد، واخد بغلبه فيه نزله فيه ضرب لحد ما تعبه. اتعبه؟ ايوه عبي نضر راح. عبي لحد ما نضر راح؟ إيه؟ ده انت مش عايزه عمليه الحنيه، ده انت عايزه عمليه الاستنزاف تخش على مراقينك. هو عليه كام عشان خاطر يتعني؟ ده ما خلاش حد في البلد الا واستلف بانه تلاقيه بديوم مش اقل من 50 جنيه. 50 جنيه؟ يعني عايز عبرين على عبره عشان يسدد. يا نهار اسود، عبرين على عبره عشان خاطر 50 جنيه؟ 50؟ واضح ان الباب المره دي رماني عند محمد ابو سويلم. انت بتكلم نفسك يا سليبي؟ لا 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 بلاش سليبي دي بقى، يعني ارفعي الكلفه
ارفع كلفة بيني وبينك كده وشيل السين وخلي لبي بس عشان الاثنين مع بعض ببقى محرج كده. لا ما اقدرش. ما تقدريش. ما اقدرش. انت سلبي وهتفضل سلبي يا بنت. ما انا كده يعني مش حاسس ان انا يعني ما يعني في برد كده حواليا. خلاص سلبي سلبي. طب وهم ما قالهمش على سر الكنز؟ هيقول ايه؟ هو في كنز بتأسسه؟ ايوه يا بنت في كنز. ايه؟ ايوه في كنز. انت كمان يا سلبي؟ يا بنت بقى ايوه بقول لك في كنز. خديني انت بس عند قصر الزرازير وانا اوريك الكنز. داني شغالة هناك. كان صحيح حكاية الكنز يا ولا؟ ايه بنت بتكلمي نفسك ولا ايه؟ مفيش يا سلبي. خديني انت بس عند الزرازير ها؟ ونروح نجيب الكنز. وناخد انا وانت بقى. بدل الحبايب وعيش بقى من الحته اللي هنا دي. عيش يا بنت هنغنغك. بصي على بيتك لؤلؤ في المصحف هتاكلي اكل بس انت يلا خديني هناك. استبان خلاص هاجي معاك. انا لا فضلي عين ولا تقي. خلاص ماشي. انت عارفه ايه اللي حببني فيكي؟ ايه؟ ان انت فيكي شكل كده يعني من واحده اعرفها اسمها بسبوسه وواحده ثانيه اسمها هند. وشك قريب منهم كيوت. وشك كيوت. دول اخواتك يا سليبي؟ اخواتك؟ لا ده مش اخوات ده يعني حاجه هقول لك انا عليها في العقارب اللي احنا مستعجل يعني عشان انا هم بيقعوا مني وانا ماشي. ربنا يستر عليكي. الا قول لي يا سليبي. ايوه. هو انت بتدعوش؟ بنورنيش ايه؟ درويش. درويش ليه؟ بتأخذنيش يعني يا سلبي. لبسك كده غريب. الجلابية والعبابة والجزبة. ده انا اصل ده موضوع انا هيطول شرحه فانا ايه عايز بس انا معلش. ما ينفعش تدخل قصر الزرازير كده. ايه؟ انا هجيب لك لبس يليق ببقابك. بقابك؟ ايوه. متفهم ايه بقابك دي يا فتحية؟ على فكرة انت لازم تعملي اللحنية وهتخلصي. لازم يحصل فتحة في اي اتجاه تاني عشان نعرف نتكلم مع بعض. ده تكسفنيش يا سلبي. يا بنت انت تكرهتني في السلبات. عاش زعمي. ايه الناس دول؟ عاش زعمي. الناس بترحب بك يا سلبي. انت خلاص بقيت زعيبهم. شوف كم دار في البلد كانوا هيترتبوا ولادهم جيت انت ونجدتوهم. ده نحييهم يعني. عاش الزعيم. 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 يا ايها الزعيم. ايوه. لقد حررتنا. واكرمتني. ايوه. صلاح الدين بعث من جديد. ايوه. صلاح الدين حرر القدس من الصليبيين. ايوه. والزعيم حررنا من الانجليز. ايوه طبعا. العين لا ترى سواك. ايوه. والقلب لا يعشق الاك. وايه النهارده جمعه ولا ايه؟ النهارده عيد ولازم نحتفل بيك. ايوه. بس انا اصل عندي مشوار كده يعني وفي بقين عايز انطرهم كده مع القطه يعني. ابدا والله لازم نحتفل بيك. ايوه زي ما اتفقنا يا رجاله. ايوه ايوه. احنا هناخد الزعيم وعلى دوار الزرازير عند العمده. ايوه لازم نحتفل بيه. امال ايه؟ يحيى مصر. يحيى مصر. نموت نموت ويحيى الليمبي. نموت نموت ويحيى الليمبي. هيا المصريين الاحراز. ايوه المصريين الاحراز. ايوه واخدوا كان ولدنا من بطنات امهاتنا احرازا. ايوه من كل 9 شهور ومن كل 7 شهور والسبعه دي هي اللي احنا عايزينها لانهم خدوهم ضيق. هم دول اللي ينفعوا في الثوره. ايوه صحيح. مش كده ولا ايه؟ لازم نتكلم في حاجه زي كده. ونتكلم في 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 المرتبات بتاعتنا. احسنت احسنت. ما نسكتش على 15 قرش بس. ابدا. لازم يبقى مش اقل من 35 لتر. ايوه طبعا. احنا مش المفروض كده؟ ايوه. امال ايه؟ انظروا للحنفيه. أين الحنفية؟ أين الحنفية بتاعت الماء؟ مفيش ماء؟ مفيش. إذا أين الترعة عشان تاخد الماء؟ مفيش ماء. مفيش ترعة. مفيش ترعة. ناشفة. الترعة جفت. أيوه. يعني أنا لازم نجيب مية وترعة. أمال إيه؟ ها؟ ولازم يبقى لنا نظرة في قلب الترعة لأنها نشفت. طبعا. واللي نعدي على الترعة لازم يبص على المالح. يعني يلي على الترعة. ايوه. حول على المالح. يلي على الترعة 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 حول على المالح. بقى بيوجعني. ايه؟ أنا لسه بيوجعني.
بوقي بيوقعني من مشي امبارح اهرجني بتوقعني بوقي بيوقعني فزان فزان انتوا تسنحوا نفسكم اللي يحصل كده معاكم اخش عليكم ادعكم مربطين من ايديكم وداخلين تتشنقوا زي المواشي لا لا وليه يعني لا وليه الاثنين في نفس واحد لا وليه ليه هل انتم حيوانات هل انتم هل انتم بكر هل انتم جنوس لا طبعا لا انتوا انسان انتوا واحد انسان عظيم فلاح كلب خرصيص فلاحين انتوا ايه فلاحين طب انا هسالكم سؤال افرض ان الظروف ما سمحتش انه الليمبي يبقى الزعيم بتاعكم بلاش افرضوا ان انا النهارده ما رشحتش نفسي للانتخابات بتاعت الرئاسه كنت هتعملوا ايه قول انت كنت هتعملوا ايه قلنا هنعمل ايه انا اقول لكم قاعد تعملوا ايه ولا حاجه لان انتم منتظرين الزعيم اللي يجوا ينتشلكم من قلب الكنيف لكن لا ولا الاثنين برضك مع بعض اوعوا تنتظروا الزعيم اللي يجوا يطلعكم من الكنيف انتوا خرجوا من نفسكم بالكنيف ايوه عنده حق كلامك حلو يا سلام يا سلام على العلم والنور يا جدعان امال ايه العلم والمنطق بيرمي فلقسته علينا فلقسته ايه فلقسته فلقسوف يا جاهل ده زعيم وفلقسوف عاش الزعيم الفلقسوف الفلاح عاش الزعيم الفلقسوف الفلاح طلعنا من الكنيف يا زعيم طلعنا من الكنيف يا زعيم اخواني ايوه احنا كنا بنتكلم في ايه ايوه صح احنا كنا بنقول ايه زهقنا من الكلام واللت والعجن دي كلاته احنا اللي بنبات فيه بنسبح فيه طب تصدق بالله يا سيدي الاستاذ لمبي لا 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 حكايه المشانق دي جات لينا على الطبطاق ايوه قولي ليه لانهم لو ما كانوش هم هيشنقوني قلنا احنا شنقنا نفسينا ايوه على قولك عشان نبقى طلعنا من جهنم في الدنيا نروح نتشوي في جهنم تاني في الاخره استغفر الله لا اله الا الله استغفر الله العظيم يا رب استغفر الله العظيم يا رب والله ما يرضى بجد السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ومن الراجل ده العمده بيشغل ايه عمده بلدنا بياخد مرتب كويس ولا ايه؟ ما انت عارف يا لمبي انه نهب خير البلد كلتها خش اعمل لك شعبيه اتفضل يا حضره العمده اهلا وسهلا اتفضل يا عم اتفضل منور يا زعيم منور الله يخليك ده ابنك ده؟ لا ده شيخ البلد ما شاء الله كبر ما شاء الله طبعا حبيبنا عمدتنا الليله ايوه ليلتك بقى الدبايح والرقص والمغنى واني هقوم باللازم بنفسي ربنا يخليك عمدتنا بيت كرم بقى ولا ايه بالك انت ايوه اني اول ما شفتك بالهدمه دي قلت الجدع ده يا اما ولي من اولياء الله الحمد لله يا اما اراجوز يا اما زعيم ايوه انا زعيم بس خليها في سرك يعني وانتوا كلكم يا اخوانا معزومين الليله عندي علشان عيون الزعيم يا سلام يا اولاد الفرحه حلوه ايوه ادعوا العيم ده ادعوا له يخرب بيت ابوه انا ندعوا له يخرب بيت ابوه يا سلام شايف محبه الناس يا عمده ايوه يا شيخنا هو انا عايش الا بمحبه الناس ربنا يديمها عليك نعم يا رب يلا سلام عليكم سلام يا رب سلام ادعوا له ادعوا له يخرب بيت ابوه ادعوا له ادعوا له يخرب بيت ابوه واحنا كنا قاعدين ليه انت قول يا زعيمني واحنا كلنا وراك ايوه بس خلاص بقى كده بقى مش عايزه كلام احنا تعبنا من الكلام فلازم نوصل صوتنا لكل الدنيا نهتف بكل اللغات هنهتف بكل اللغات هنهتف بكل اللغات هنهتف بكل اللغات هنهتف بكل اللغات هاو 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 نو 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 باك 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 ما 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 هاو 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 ما 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 ما
انتوا ايه؟ معين الاشكال. الاشكال ما هو ده اهم حاجه ان انتوا تشيلوا الجله والقرف على دماغكم. وتحسوا ان انتوا ايه؟ حيوانات. يبقى انتوا ايه؟ حيوانات. حيوانات لو مش كده وبس. تحس ان انت جلوط وانت في قلب الكده. لازم نبقى مهزئين. عشان بلدنا يتحط على دماغنا. مفيش عندكم قلب خالص. ايوه كلامك صحيح. انا كلامك معاك صحيح. ما تستناش انك كزعيم كزعيم ان هو يجي لكم ويسيبكم من قلب الجلوط. ما يصحش طبعا. يلا بنت جرمش. يلا عايز ايه يا بنت؟ انا فتحي. ايه ده؟ فتحي طب بس مش كده. طب اروح عشان خاطر انا عندي دلوقتي حاجات في الفكر. عايز اطور من الطينه. ايوه ايوه راجل اطور من الطينه. احنا مستنيين. والله زعيم. ايوه يلا يلا. وعهد الله زعيم. ايوه انت بالذات تجيلي عشان تاخد فلوس بالتهزيء. الله يكرمك. بس مع الف سلامه. تعالى يا بنت. ايه عايز ايه؟ خد يا سلبي الحاجات دي. سلبي والحاجات ايه ده؟ ده لبس جدي قبل ما تتهسوا الجابوسي. جاموسه؟ ايوه. ده ايه بولت ايس كريم دي ولا ايه؟ دي طقيه. ايوه طب انا هعمل بيهم ايه دول؟ تعمل بيهم ايه؟ طب ده انت لازم ولابد تتغندى وتبنجي قدام اهل البلد كلمتي. اشحال ابا كانتش الهاسه والفرحه دي معبوله مخصوص عشانك انت يا زعبدي. زعبدي؟ ايوه بلاه زعبدي. وما يصحش تخش عليهم بالشكل ده. فهمتني؟ ايوه فهمتك. صحيح. وراء كل رجل من عظيم لحنية. الله قولي يا سيلبي. أيوه. ايه اللحبية دي؟ عمال تقولي لحبية لحبية. شكلك متعكسني. يا بنت هو انا شادي لك اللحنية بتاعتك. سابع؟ سابع ليه؟ سابع؟ سابع ايه؟ سبعت؟ ايوه سابع. سابع ايه بقى؟ سبعت الناس فرحانة بيك قد ايه؟ رأس وبغنى وبزيكي. ايوه احنا نقعد نزغط بزغطه. طبعا هوا بقى وهو وترت ترت ترت هوبا ايرتي. طب انا البس الحاجات دي فين؟ البنت العبيطه البنت دي ولا ايه؟ بقول لك انا بعمل اراجوز. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالى اعمل اراجوز. ايه ده؟ البطل. ايوه البطل. ايوه الزعيم. ازيك؟ يا اهلا بالبطل. ايوه خلاص الله يخليك. يا راس حرسنا. ايوه يا راس حرسنا. يا حامي ولادنا. ايوه خلاص يا مفرح نسواننا. ايوه اهلا بالزعيم. الله يخليك. بقولك وحياة ابوك انا عايز اقول لك كلمه. انا عايز اغير اللون دي. تروح فين؟ انت تروح في اي حته يا زعيم. تعال على دوار اللون دي غير هناك. لا 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 العمدة لا. انا عايز حته ثانيه مكنفه كده جداريه. عينيا يا زعيم. احنا فيك الساعه فيه الغرفه بتاعه الغفير هناك. بس هي مش من مقامك يا زعيم. مش من مقامك. انا هخش اكل. انا هخش اغير كده. لا لا مش من مقامك. لا زعيم الا انت. يا عم يلا بقى. لا زعيم الا انت. عندي بدل تسقيل قوي. حبيبنا حبيبنا يا بطل. حبيبنا 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 حبيب البلد كلها. والله حبيب البلد كلها. والله يخليك يا بطل. يا بطل يا جميل يا جميل يا جميل. ده ايه النور اللي بلى الدوار النهارده ده؟ الله يخليك. ده ايه الضي اللي زغلي العينينا ده؟ الله يخليك. ده ايه الكهارب اللي ضربه في وشنا دي؟ طب احنا هنقعد ولا احاسب على وصل النور وامشي؟ اتفضل اتفضل. طب الخدمه الشريفه. البطل ده ما يقعد الا جنب انا. بعد اذنك يا عبد الله. احمد هيبقى لا سهيل على شيلك شيلك. صبريه يا اخوي صبريه. واحنا يعني مش قد المهم ولا ايه؟ ولا الطلاق بالثلاثه ما يقعد الا في حال. قول يا بطل. يا حبيبي قول يا مشرفنا. والله والله البطل ده ما يقعد الا في حال. ايوه انت مش وش كده يا علي. يا علي تعالي يا زعيمي. طب عليا الطلاق بالثلاثه. لا يكفي ريحاني.
تعالى يا لمي. أول النبي ريحة أخف من ريحة اللي أنا. أنا خليك. يا ساعدني. كفاية. أنا خليك مش جاهز. تعالى جنبي وجنب المأمور. تعالى المأمور الباشا. جناب المأمور اتفضل. ده ظابط جديد؟ قديم قديم كبير. أهلا وسهلا. اتفضل يا عمدة. اتفضل. نور يا زعيم يا بطل. الله يسعدك الله يخليك يا رب. البيض يا بنت البيض يا بنت البيض والذبايح والهبر والطعميه. لا انا ما بحبش العجة يا عمده. ده احنا نذبح لك نعام. نعام الله يربينا نعم عليك. فين الزمر وفين التمر؟ ما انا ما بحبش التمر. انا ما بحبش التمر. لا 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 مش التمر الطبل. ما بحبش التمر انا ما بحب. النطع بتقول ايه؟ شكلها كده والله. ايه التمر ده؟ لا الطبل اللي هو بين اللي بين. ايوه الرأس والمزاج والصهلبه. دوبي يا مسيكي. انت بص انت العلاقه في وسط النواش اللي واقفه دي دهايم كل دول قاعدين خلي بالك. يا عسل بموت فيك. وكمان ناوي على البت اللي زي لهضه القشطه دي. لا كل اللي فتحيه تاني اخد عمرك وما تاخدهاش مني. عسل والله طلعت عايز اشوفك بعد الكنيف. تليفونك ايه طيب؟ اروح الكنيف. مالك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ايه يا وليه؟ خزعتيني كده ليه؟ حلوه قوي يا عمري. ايه؟ هي مين دي اللي حلوه يعني؟ الليله الليلة يا عمدي. ايوه ايوه الليلة. الله يعزك يا ما تدري. ما تروح تشوف الستات يعني ضيفيهم كده وكرميهم. طيب يا عمدي. يا اهلا 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 يا زعيم. اهلا بك يا عمدتنا. منور والله. الله يخليك الله يخليك الله يخليك. والنبي زعيمكم يعني عايز اعمل بيبي. يعني ايه بيبي يا زعيم؟ ايه يعني ايه بيبي يا زعيم؟ بيبي يعني انا عايز اروح عايز اروح الكنيف. عارفين الكنيف؟ يعني انتوا بتعملوا بيبي؟ خلاص خلاص وصلت وصلت. عرفت دي؟ عايز اعمل ايه يا
الحمام يعني حلا. أيوة. يا أيوة. فتحية. أيوة. يا ستي فتحية. انت يا بنت يا فتحية. وسعي سكه عشان الزعيم عايز يعمل زي الناس. أيوة. الحمام ها؟ أيوة. أنا الزعيم. الزعيم رايح الكنيف. الزعيم حيخش الكنيف. تفضل. بعد إذنك يا رجال. تفضل يا زعيم. وادي يا حلوان. أمر يا عمدة. هريسة متأمن يا ولد. أمان الأمان يا عمدة. حط في بطنك بطيخة صيفي. طب غرجتك ده يا فم. منور يا جناب المأمور. أمال يا حضرة العمدة، هو احنا لينا بركة إلا جناب المأمور؟ دول قولي الأمر برضو، قولي الأمر. أيوة أيوة يا شيخنا. لحنية فتحية. أنا أطلع لهريسة إزاي؟ هقول لك. أيوة. بس خلي بالك من الديانة. دبانة؟ دبانة في كتفي هيسرقوها. دبانة إيه يا سليب الديانة؟ الديانة بتربصين له في كل حتة، خليك بستحرص. أيوه خليني بستحرص. شايف السلب اللي في ظهري دي؟ إيه؟ طلع لك أنت السلب منين؟ السلب أهو. أه ده اللي جنبه ده. أيوه. هتطلع في يبين. في شبال. في يبين تاني. في شبال، في فوق، في تحت، في بطلة، في يبين، في شبال، فوق، يلا 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 يلا.